السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم معايا في منوعات ريحانة الجنة. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجبنة القديمة والمش الفلاحي. طبعا احنا فاكرين المرتة دي اللي كانت اتبقت أو اللي احنا خرجناها من السمنة اللي سيحناها في الفيديو اللي فات، وده اللبن اللي احنا خرجناه أهو، وكان فيه عندي برضو برطمان كنت لماه وشايلاه في الفريزر عشان أكمل بيه. وهحتاج قشر برتقان على قشر سفندي، وهحتاج جبنة قريش أهي، وهحتاج ملح وشطه، وهحتاج البرطمان ده عشان احط فيه. انا كده ولعت النار على المرته، بسيحها على النار كده شويه، حمرها حاجه خفيفه، وبعد كده بحط عليها بفضي عليها اللبن اللي انا مجمعاه من قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيعمل كده زي اللبن الرايب او اللبن التقيل، يعني بيعمل حتت كده لما بيقعد شويه. وهسيبه على النار يغلي غلوه، واول ما يغلي اطفي عليه واسيبه يبرد خالص، بعد كده هنكمل مع بعض ان شاء الله. كده الخليط بتاعي بعد ما برد خالص بقى عامل كده حتت وفيه ميه خفيفه. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هحطه في الخلاط بكوبايه لبن وهضربه عشان يبقى ناعم خالص، ميبقاش فيه الحتت دي. ده الخليط بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط بقى بالشكل ده ناعم اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب البرطمان اللي انا مجهزاه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط فيه 3 معالق ملح ومعلقه شطه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقه كبيره شطه، معلقه يعني معلقه الشاي، اقصد ان هي معلقه مليانه يعني. وهفضي حبه من الخليط ده على الملح والشطه اللي انا حطيتهم، وهقلبهم، هقلب كده كويس عشان الملح يدوب. وبعد كده هحط الجبنه بتاعتي، الجبنه القريش اللي انا مجهزاها. وهحط قشر البرتقال وقشر اليوسفندي. طبعا هو البرطمان صغير شويه، ممكن لو عندنا برطمان اكبر يبقى احسن يعني. بعد كده هحط الحبه من الخليط كده، هقلب، هنزل القشر ده خالص عشان يبقى يعني متغطي خالص، ميبقاش فيه حاجه منه باينه. هجيب كيس نظيف زي ده كده وهتنيه اتنين، وهقفل بيه البرطمان. ده مهم جدا علشان مش عايزه اي هوا يدخل البرطمان خالص، لان هيقعد عندي فتره كبيره. هقفل البرطمان جامد كده وهسيبه، مش هطلع منه اي حاجه قبل مثلا شهر، مش اقل من شهر، علشان اللي انا عملته محتاج يقدم شويه والجبنه تبتدي تشرب المش اللي انا عملته فيها. ولو محتاجه، لو حابه احط فيه فلفل حامي او فلفل رومي او شرايح جزر مقطع، ماشي برده حلو شغال يعني. في حاله بقى ان احنا لو ما عندناش المرته واللبن اللي احنا طلعناه من الزبده ده، هنعمل ايه؟ هنجيب مرته عادي من عند اللبان وهنسيحها برده زي ما احنا شفنا كده في الحله، وهنجيب كيلو لبن وهنحطه عليها وهنسيبه برده لحد ما يبرد، نضربه في الخلاط ونعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها. وهنجيب جبنه قريش ونحطه فيها ونسيبه. الشطه اللي انا حطيتها دي بتحافظ عليه ان هو ما يبصش او يجيله سوس او اي حاجه تانية. المش ده انا بعمله بيقعد عندي بالسنه ما شاء الله، ما بيحصلوش اي حاجه خالص، جميل جدا. وبضيف عليه، او عندي كوبايه لبن مش محتاجاها بضيفها عليه، عندي مثلا حته جبنه نشفت او حته جبنه مش هتتاكل بحطها برده عليه، بيعيش بالسنه ما بيجرالوش اي حاجه. يا رب الفكرة بتاعتنا تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.